لو الحكاية فيها إن فيتو حرب جار المرة كوتا ستة جنيه، العروس بستة جنيه، الأبيض بستة جنيه، البطاطس بثلاثة ونص، الطماطم بثلاثة ونص، والرومي ثلاثة ونص، والبصل ثلاثة ونص، البصل الأبيض ثلاثة ونص، الأحمر أربعة جنيه، والخيار والباذنجان الرومي والجزر والثوم خمسة وعشرين، والفاصوليا الخضراء والبامية من 17 يعني العشرين، والليمون 25. طب ان شاء الله اسعارنا كويسه كده؟ لا كويسه جدا، كويسه ولا بنبيع ولا بنشتري كويسه، ولا بنبيع ولا بنشتري كويسه، ولا بنبيع ولا بنشتري كويسه، يعني البتنجان والكوسه والفلفل الرومي غاليين. انت شايف الاسعار ممكن تنزل في الايام الجايه ولا لكن مفيش حرف تواضع يعني ولا بيع ولا شيء. ممكن تعمل المرة ادي بتوع وفي بقى ولا في شنا ولا في ناس اللي معاها 10 جنيه عايزين نشرب بيها ونروح.